أنا رح آخذ قهوة. أنتي؟ أنا أورنج.
ورنجوس. سبحان الله. خير، شوفي بنت اللي هناك طلبت نفس الطلب. أي بنت؟ هناك. وين؟ وانت كمان. وانت كمان. انت كمان. وانت كمان. وانت كمان. رجعت. اتصلي اتصلي. الو 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 الو. رد رد يا محترم. كيفك؟ اشتقت لك. وأنا كمان. كيف رح نلتقي؟ بنفس المكان. بس كيف رح نعرف بعض؟ كيف؟ فعلا مشكلة. لقيتها. خلينا نعلم بعض. شو رح تلبس بكرة؟ عادي أواعي. بس يعني شو الألوان؟ قميص، بلوزة. بدي ألبس قميص أبيض أو أزرق أو أحمر عادي يعني، وبنطلون جينز. وأنا رح أكون لابسة بلوزة بيضة وبنطلون جينز كحلي ووردة حمراء ورداني. حلو. بس يعني ما حكيتي لي شو اسمك. كل إشي بوقته حلو. باي 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 باي. سكر الخط. أنت سكر الخط. طب يلا نعد للثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. سبقتك. وردي حمرا ورداني. وردي حمرا ورداني. ورداني أنا. وردي حمرا وردانها. وردي حمرا وردانها.
أنا طب ليش حط وردة صفرة؟ ولا هي حمراء بس أنا عندي عم ألوان؟ لا هي صفرة بس أنا رحت أشتري وردة حمراء وما لقيت فشريت هاي الوردة. شو تشربي؟ ليمون بنعنع. أنا بردقان. لو سمحت واحد ليمون بنعنع وواحد بردقان. ما حكيتي لي يعني شو اسمك؟ كل إشي بوقته حلو. يعني أنت؟ طب احكي لي أنت شو اسمك؟ زهير. عن جد؟ شو؟ مش معقول. ليش أنت اسمك كمان زهير؟ لا بس ما رح تصدق كتير قراب من بعض كتير. أنا اسمي سهير. أنا اسمي سهير وأنت اسمك سهير؟ لا لا اسمك سهير قصدي اسمي زهير واسمك زهير. أنا اسمي سهير وأنت اسمك سهير. يا زلمة أنت سهير وأنا سهير. قصدي أنت زهير وأنا سهير. لا لا قصدي يعني أنت مين واحد اسمه زهير هلا مين اسمه زهير؟ أنا قصدي أنت. حلو وزهير؟ أنت برضو أنا؟ مش معقول التنين أنا؟ هلأ في واحد لحظة شوي شو بتسوي؟ بدي أحكي مع أمي أسألها شو اسمي؟ طب اسأليها بالمرة عن اسمي بالله. شو؟ فيش في شحن يا زلمة خلص عن جد خلص. أنا لأمتى بدي أضلني أعلمك رفعت ضغطي؟ شو؟ كتير راشش ملح. المهم هلا اسمعني انت ما بصير تضلك هيك، لازم تضلك تحكي معها، يعني تفتح مواضيع معها، اي موضوع، اي مشكلة سوت لك منعطف بحياتك. يعني صحيح، اجى على بالي موضوع بس ما حكيته. طب ليش؟ بحبش احكي بامور حياتي الشخصية. ولك يا هبيلة ما هي لازم تعرف كل شيء عنك، كل شيء عن حياتك، بعدين شو هالموضوع الشخصي اللي كثير بيهمك ما حبيتش تحكي فيه، شو هو؟ يعني موضوع يعني الموضوع يعني كثير بأثر فيي من زمان بس يعني ما مش عارف هيك. احكي 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 لي احكي. ما هو موضوع يعني بأثر يعني موضوع. يا زلمة عادي احكي لي هاي موضوع. موضوعك انت لما ما نضفتش الا على 13 سنة بتذكر يا اخوي؟ ما نضفت يعني انت ضليتك تعملها على حالك وصار عمرك 13 لسه بتعملها على حالك يعني وخشيت في ال 14 بس يعني هي المثانة عندك ما مسكت منيح فانت ضليتك تعملها وضل عرفت كيف؟ كمان يا صاحبي لو يدك تتركني اوعى تموت تتركني يا كمان تحيرت. ليش تحتاري؟ خلص احكي معه بصراحة. هذا عم بقول لك تحيرت بالاواعي، مش عارفة شو بدي البس بكرة. طب انتوا وين بدكم تروحوا بكرة؟ ما بعرف، حكى انها مفاجأة ورحنا نبسط كتير كتير. بتعرفي احيانا بحسوا بتصرف زي الاطفال. هاي مش حلوة. بتعرفي المشكلة في البيجر تبعه، عم بحكي معه ما برد علي. في حدا في الدنيا لهلا عنده بيجر؟ ولا حدا بتعامل فيه. احكي له يشتري موبايل بلا تقل الدم. قلتك فكرك اشتري له انا واحد؟ طبعا لا، هيك من اولها بدك ترمي حالك عليه، لازم تتقلي شوي. انت كنتي شاطره في المدرسه صح؟ ليش؟ ما بعرف بحسك هيك كثير شاطره في هاي الامور. لقيتها. شو رايك بهاي اللبسه؟
بجنن.